لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية دون حرية صحافة، دون سلطة رابعة كاملة الصلاحيات وتكون فاعلة، تقوم بالنقد، تقوم بالتدقيق في الأخبار، تقوم بنشر الأخبار الجدية، الأخبار الموثوقة، ولكن لا يمكن أن نبني جمهورية جديدة كما تحدث عنها رئيس الجمهورية دون احترام وتوفير أكثر ضمانات وفق المعايير الدولية لحرية الصحافة وحرية التعبير. الصحافة كدور يعني عندها دور ليس فقط اجتماعي، هي عندها دور حضاري، بالتالي منذ تقريبا أكثر من 3 قرون الصحافة لعبت دور في ليس فقط كشف الحقيقة وإنما متابعة الحياة العامة. الصحفي يعرف بالمؤرخ اليومي، والصحافة هي شاهدة على تطورات الأحداث، وبالتالي حضورها ووجودها هو مسألة حيوية وظيفية أساسية في معرفة ليس فقط الحقيقة وإنما في النهوض بالوعي العام وإعادة ترتيب الأشياء في اتجاه أنظمة ديمقراطية مفتوحة. سيتواصل التظاهر وسنواصل كل تحركاتنا من أجل إلى ممثلي النيابة العمومية ووكلاء الجمهور. إذا لم يتم التراجع عن كل هذه الممارسات والسادة القضاة، ننتظر أن تكونوا خط الدفاع.